وها هو السجاد يحدثنا صلوات الله عليه. هذا الحديث من أجمل الأحاديث، مرارا وكرارا قرأته عليكم في برامجي المختلفة المتنوعة السابقة. أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وطبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 114 حديث 36، نقله عن الصحيفة الرضوية وهي من كتبنا الحديثية القديمة. هذه كتبت زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الرضا يحدثنا عن آبائه، عن إمامنا السجاد، عن آبائه من العترة الحسينية. إمامنا السجاد يقول: كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. هذه الكلمات تناسب أن يكون الإمام في رجوعه إلى كربلاء، لأن الحديث سيكون مناسبا أن يذكره الإمام السجاد للذين جاءوا لزيارة الحسين في الأربعين، في السنة 61 للهجرة، حينما أقبل موكب الأحزان من الشام إلى كربلاء. الإمام السجاد يقول: كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين. في ذلك الوقت كان قبر الحسين ترابا، أكواما من تراب كانت تلك القبور. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي يا حسين حتى يسار إليه من الآفاق، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. انقطع ملك بني مروان. اعرضوا لنا الحديث. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق.
كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين، متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. بعد المرواني أحاديثهم تقول يأتي العباسي. وفي نهاية حكم العباسي يقبل السفياني ويقبل الخراساني، وبعدها بقليل يقبل صاحب الأمر. هذا الأمر من الواضحات والواضحات والواضحات جدا في أحاديث العترة الطاهرة، وقد فصلت القول فيه في برامجي المتقدمة. كأني بالقصور، تلاحظون هناك اتساق وتناسق واضح ما بين كل هذه التفاصيل، مع أنني ما حاولت أن أغطي كل الجهات، وإنما هي لقطات من هنا ومن هناك. ركزت نظري على 40 الحسين، على مسيرة السبايا، لأنها من النقاط والمراكز الفاعلة جدا منذ عاشوراء وإلى يومنا هذا. قد يضعف وهجها في فترة من الفترات، لكنه يعود متقدا مرة أخرى، وها نحن نشهد الأمر بأعيننا. كأني بالقصور، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. فأي ملك سيكون بعدهم؟ ملك بني العباس، وها نحن في ملك بني العباس. تتفقون معي، تختلفون معي، هذا أمر راجع إليكم. أنا لا أتكلم بالقطع واليقين، لكنني أقول من أن الحكم القائم في العراق، وهو الحكم السيستاني،
حكم عباسي صرف. بالنسبة لي أعطي هذه النسبة، أعطي نسبة 99%، وأترك 1% للاحتمالات العقلية المفتوحة. من وجهة نظرية بحثية وإلا من وجهة وجدانية، فالحكم العباسي هو هذا. أنا لا أعلم الغيب، لا أملك الحقيقة الكاملة، لكنني أطبق المعطيات على أرض الواقع. أنتم طبقوها ولاحظوا النتيجة التي تصلون إليها. هذه الرواية في الجزء 98 حدثنا بها إمامنا الرضا عن إمامنا السجاد، وحدثنا أيضا إمامنا الرضا بنفس هذا المضمون عن أمير المؤمنين، ونقل ذلك المجلسي في الجزء 41 من البحار صفحة 287 الحديث 9، نقله عن العيون، عن عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. أمير المؤمنين يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. المحامل هي وسائل النقل في زمانهم، إنها الهوادج التي توضع على ظهور النياق، على ظهور الرواحل، وعادة تركب فيها، تصعد فيها النساء أو الملوك والزعماء أو الأثرياء أو الذين يريدون أن يسافروا سفرا مريحا مرفها. إنها وسائل النقل المريحة في زماننا، إنها السيارات. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. إذا جمعنا بين الحديثين فهناك سيارات، محامل تتحرك من الكوفة إلى قبر الحسين، من الكوفة وغيرها، وهناك قصور شيدت حول قبره، وهناك أسواق حفت بقبره الشريف حول القبر، وهناك سير إليه على الأقدام من الأفاق. الروايات ذكرت السيارات وذكرت السير على الأقدام. وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، في نفس الحديث الأمير يقول: ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الأفاق، من كل مكان، من داخل العراق ومن خارج العراق. متى؟ وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وماذا سيأتي بعدهم؟ العباسي يأتي، يأتي العباسيون. إننا نرحب بهم لا حبا بهم، لكنهم من العلامات القريبة من زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه. كم سيستمر حكمهم؟ ذلك في علم إمام زماننا. قد يطول حكمهم. هم يقولون
هم يقولون من أن البعثيين ضحكوا على الشيعة، ضحكوا على العراقيين بقضية فلسطين وبقضية الأمة العربية الواحدة، ضحكوا عليهم 35 سنة من 68 إلى 2003. يقولون احنا عندنا الآن المرجعية ويانا ونضحك عليهم بصاحب الزمان 70 سنة. صدقوني هذا الكلام يقوله المتدينون المتطينون الشيعة في المنطقة الخضراء. هذا منطق مرجعية النجف ومنطق حكومة السيستاني في المنطقة الخضراء. حينما يقول لهم البعض من أن الناس ستنقلب عليكم، يقولون لا، عندنا المرجعية ونحن والمرجعية نضحك على الشيعة بصاحب الزمان. فالمرجعية تنوب عن صاحب الزمان ولا علاقة لها بصاحب الزمان، وعمامة المرجع سوداء، إنها عمامة العباسيين، عمامة أهل البيت بيضاء، صاحب الأمر حين يخرج سيأتينا بعمامة بيضاء. العمامة الرسمية لمحمد وآل محمد بيضاء، يلبسون العمائم السوداء لكنهم في الأعم الأغلب يلبسون العمائم البيضاء. ومن هنا فاسم الأئمة وشيعتهم في كتب التاريخ عند النواصب المبيضة. اقرأوا كتب التاريخ. المبيضة يعني آل محمد وأشياعهم، والمسودة يعني العباسيين وأشياعهم. هذه كتب التاريخ مشحونة بالمسودة والمبيضة. المبيضة محمد وآل محمد وأشياعهم، كانوا يلبسون العمائم البيضاء. هذا لا يعني أنهم لا يلبسون عمائم سوداء في بعض الأحيان. رسول الله أيضا يلبس العمامة السوداء ويلبس العمامة بألوان أخرى، لكن العمامة الرسمية الشرعية الدينية عمامة النبي بيضاء، عمامة أمير المؤمنين بيضاء، عمامة الأئمة جميعا بيضاء، عمامة الحجة ابن الحسن بيضاء. هم المبيضة. المسودة العباسيون. حين اشتغل الشريف المرتضى، حتى الشريف، ما هي بتسمية من تسميات أهل البيت؟ هذه تسمية العباسيين. الشريف المرتضى كان موظفا عند العباسيين، فلبس لباسهم، لبس العمامة السوداء، وكذلك الشريف الرضي، وأبوهما أيضا. أبوهم كان موظفا عند العباسيين. هذه فكرة نقيب الطالبيين، هذه فكرة من نتاج الدهاء العباسي. قالوا نجعل منصبا لأحد العلويين كي نجعل الخلافة فيما بينهم على هذا المنصب. نقيب العلويين يعني مختار، وآل النقيب يعني آل المختار. مختار يشتغل عند الحكومة العباسية، هذا هو النقيب. نقيب الطالبين ما معناه؟ هو هذا. العباسيون بدهائهم أرادوا أن يتخلصوا من اعتراضات الطالبيين عليهم، من اعتراضات العلويين عليهم، فصنعوا لهم هذا المنصب. فصار صراعا فيما بينهم كيف يحصلون هذا المنصب، كي يحصلون وجاهة عند الحكومة العباسية.
والعباسيون يلقبون أنفسهم بالأشراف والشرفاء، وهذا اللقب لم يكن موجودا عند أئمتنا. الأئمة لا يلقبون الهاشميين بلقب، هذا لقب عباسي، هذا بالضبط مثل الرفيق. فالشريف المرتضى يعني الرفيق، الرفيق المرتضى كان عميلا عند العباسيين، حتى تسميته بعلم الهدى جاءت من العباسيين. الخليفة العباسي قال له: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسماك بهذا الاسم. مراجع الشيعة روايات وأحاديث أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم يرفضونها، عقيدة الرجعة يرفضونها، ويتمسكون برؤيا لخليفة عباسي. ولذا حينما يذكر الشريف المرتضى علم الهدى، من الذي لقبه؟ يقولون أمير المؤمنين. هل كان يعيش ويحيا أيام أمير المؤمنين؟ المرتضى في زمان الغيبة الكبرى، من الذي لقبه؟ الخليفة العباسي. يضحك عليه ربما، لا أدري، ربما رأى مناما، ربما لم يرى مناما، لكننا نعتمد على منام يراه طاغية من الطغاة، من طغاة بني العباس، نتمسك به لأن في ذلك نفعا لهم، باعتبار هذه ألقاب للمراجع. وألقاب الأئمة الحقيقية والخطب الافتخارية لأمير المؤمنين حين يقول أنا 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 ينكرونها ويضعفونها. أكو طيحة حظ أكثر من هاي؟ قولوا لي، قولوا لي، أكو طيحة حظ أكثر من هاي؟ أكو كذب ودجل ونفاق عند مراجع النجف أكثر من هذا؟ هم يسمعونني الآن، صدقوني يسمعونني، يتابعون هذا البرنامج لأنهم يجهلون هذه المعلومات، هم مصدومون من هذه المعلومات. أنا لا أقول ذلك تقديرا، عندي معلومات دقيقة في هذا، أنا لا أقول هذا تقديرا. الحوزة في النجف يتابعون هذا البرنامج، وحتى الذين في قوم يتابعون هذا البرنامج. أنا لا أقول هذا الكلام تقديرا أو لأجل الإعلام، هذه حقيقة أقولها من خلال معلومات دقيقة. فهذا السيستاني وغيره حينما يلبسون هذه العمائم السوداء، هذه عمائم بني العباس في لونها الأسود وحتى في تصميمها، عمائم أهل البيت لا تصمم بهذه الطريقة، لها ذؤابتان. هذه العمائم ليس لها من ذؤابتين، هذه العمامة عرفت في زمان الطاغية هارون قاتل الإمام الكاظم، هذه عمامة هارون، هذه عمائم العباسيين. المنهج العقائدي للعباسيين أي منهج؟ المنهج المعتزلي. ولذا المرتضى ومن بعده لأنهم على المنهج العباسي الحكومي، حتى إذا افترضت من أنه لا يعتقد به قلبيا، كتبه مشحونة بهذا المنهج. ماذا يقول المعتزلة في كتبهم عن السيد المرتضى؟ يقولون قد كان رأسا في الاعتزال، المعتزلة هم يقولون هذا، مثل ما يقول الشوافع في كتبهم، وقد جئت بكتبهم وقرأت ذلك عبر هذه الشاشة. ماذا يقول الشوافع؟
في كتبهم المعروفة المهمة عن الطوسي يقولون كان شافعيا، كان شافعي المذهب وصار رئيس الإمامية. أنا لا أريد أن أخذ بكلامهم فأقول هو إمامي في الأصل، لكنه في المضمون والمحتوى شافعي، لأنه تتلمذ عند الشوافعي منذ صغره حتى صار فقيها شافعيا. ثم بعد ذلك جاء إلى بغداد والتحق بالمفيد، والتحق بالمفيد، بقي مع المفيد 5 سنوات ومات المفيد، فالتحق بالمرتضى، والمرتضى كان معتزليا، كان رجلا يعمل في السلطة، يلبس ملابس العباسيين، وكان رفيقا يسمى بالشريف، الشريف يعني رفيق، كان رفيقا ضمن السلطة العباسية، ويأخذ راتبا منهم لأنهم يعطون لنقيب الطالبين راتبا. وضحكوا علينا بعد ذلك، قالوا من أن مراجع النجف يلبسون العمائم السوداء حزنا على الحسين، ما الواحد زيجه ويرقعهم، أي حزن على الحسين، هذه عمائم العباسيين. نذهب إلى فاصل.